يقول السائل: ما حكم فوائد الأموال المودعة في إحدى البنوك الربوية، وهل يجوز أن أتصرف فيها بإعطاء أخي المقبل على الزواج مبلغا منها لمساعدته على الزواج، علما أنه ليس لديه إمكانية توفير المال المطلوب للزواج؟ الرصيد الذي في البنك إذا كان لمجرد الحفظ، لمجرد الحفظ ولا تستثمره بالربا فلا بأس بالإيداع لأجل الحفظ فقط، أما إذا كان يستثمر في الربا وتأخذ عليه فوائد ربوية فهذا حرام، ولا يجوز أن تساعد أخاك أو غيره من الربا، هذا حرام ولا يجوز استعماله ولا أخذه. نعم.